اوكي انزين. او جايب تو ريسيرش اوريدي انت؟ ها انت جايبينهم؟ نصري؟ ايه ايه الحين شيء في زياده بعد. والله؟ انت وايد ريسيرش شيء. شفت العاصفه اللي كان ارد يعني. شوف لين المدخل هنا بنعكس سيارة تسوي مدخل بيتنا هذا حيرة والصوب الثاني والصوب الثاني أباي دار عرف بس خلاص طاف شي يعني بنسوي قاعدة مسكرة يا ود خليل ريسيرش لين أشوف ريسيرش تطيح عليهم السماء أنا بس دقم يا رعاية اللي هني في وايد شو ايه تاخذ لك انجل وتكمل عليه اها بعدين نتيب هذا مهني سيده يعني اذا يجيب لي انجل اسوي بطريق هاي اظن السيارة تركب بالطريقة هاي عادي شوف اذا جبنا هذا طريقة هاي انزين او شوف بامكان لازم تسوي لنا حفرة خليل حق ستور ما يبغى لي حفرة انت في مكان مسكر تقريبا كامل بس نصر هني تركب سيارة على الاغلب انا عدرة ما عليه خلنا نعقد كومبوند اذا ما يركب تعرف بسوي سلوب شوف كيف الاسلوب بسوي شوف واني اظن هاي تركب السيارة صح؟ ايه اكيد ايه قاعد اموت انا نسيت موضوع الاكسجين من متى قاعد يشتغل هناك وتشوف يطلع صوت قال لي سفوكيتنج مره هنا قرايك بالستور الصعب لا المكان مش ذاك الزود ترى احسن عن الاماكن اللي رحناها الصراحه كنت ذاك الترتيب ارض يعني لا لا اوكي اوكي انزين احنا نسوي مكان هني وبعدين بنحفر في اليبل اي شيء نبغى بنسوي كهف داخل اسميك سويت مكان زين اذا تبغى تي سوري عادي زين سوي تي سوي تي اوكي ايوه تعال تعال الحين برايا لا بس هي ارك شي شي مرتب قاعد اتعود على الترين شوي شوي ارى شوف كيف مرتب استوى شوي زين الحين شو كتبه تعال فض فض السوا اللي عندك فض هني يا عقل نرد له زين وين تمسير في ريسورس شيء قريب يعني نبى كم بونتر او ريزن على طول شوف يعني ما هو شيء وايد ولا يعني لازم تقوم وايد يا ريال ريسيرش هناك بعد خيب ما نبى ريسيرش ريسبون يعني هذا ريسيرش تحتك ها قريبة عقة تحت على المنحدر يطيح داخل دقها مويه له شوي عرفت؟ هذا شو خليل؟ أول مرة أشوفه اللي ترابس
هذا شير مالهم. في ريسيرش بعد تحته. شير مالهم هذا، شير مال الكفار. انزين ريسيرش نصور انت حق شو، كلها ريسيرش تسوي منهم؟ ما عندنا موارد، ما عندنا ريسورس، حق شو قاعد تجمع ريز؟ بس يعني استوى عندك دمان ريسيرش، خلي ولي بندور شو اسمه، شو اسمه، يبالنا ريسورس. ايه عندنا كم مود ترسترا. صبر، اول شيء شو نبغى نحن؟ زين تعرف شو يبالنا؟ اول شيء انا اخبرك، ورك لايت بيكون اسمه الفابريكيتر. ترستانك يبالنا فابريكيتر. زين فابريكيتر شو يبالك؟ كومباوند. حلو، شلنا واحد كومباوند من هني، نسوي لنا فابريكيتر. زين ما عندي باور يا ريال. زين الحين شنو بنسوي؟ ميديوم بلاتفورم، ميديوم فابريكيتر نبي نسويه، نبي واحد كومباوند نركب فيه. حلو، الحين هذا البروسيس مال انك تسوي شو؟ الحين هاي شو يباله؟ انا اخبرك شو يباله، يباله تيب هذا حبيبي تركبه هني. زين تيب البتري هذا تركبه هني. حلو، وين ما في كهرباء اوتلت هني؟ لا ما في كهرباء. زين ها شو اسوي؟ عادي يبالنا هابيتات، يبالنا ضروري هابيتات، هابيتات في مال كهرباء. شو هابيتات؟ حال بيت صغير. زين ما نقدر نجيبه ويانا اصلا. لا روم. زين ما بنروح ننزل نفس المكان، ما بنعرفه. هني هي صح. عادي نبدا. ها؟ لا سو تروم تسوي جنريتر صغير. عنه اورجانيك يعني. بس ما بيركب عليه. عندي بتري انا. انا عندي بتري بس ما يركب عليه. ما في مكان يركب عليه شيء. عرفت، والسفينة هاي ما فيها مكان كهرباء، فيها مكان كيبل كهرباء للسفينة؟ لا. شو؟ عندنا بيكن، روم نسوي بيكن. بيكن اظني روم، هي. كومباوند. ما عندنا شيء نسوي فيه طاولة يعني، ما عندنا كهرباء المشكلة. ما عليه، تعرف شو بنسوي؟ ها؟ حطيته عندك عند الشنطة. حط البيكن شو اسمه خليل. أب. وعدل لونه شي، خلوه غير الأزرق هذا. برتقالي؟ اوكي اي شيء. زين خلنا نرد هناك، خلنا ننزل سامان هذا ثريا. ها كان يبقى كبر صح؟ بس بنشل اثنين لان هناك شلين كبر كلها اكبر. خلاص خله هنا ولا؟ يعني هذا الحين اوكي، ترى عندنا فابريكيتر بس تبى نروح الكوكب الاولي؟ ايه بنرد هناك وبني هني مره ثانيه في بيكن. تتوقع بيطلع البيكن على الماب؟ يلا روح. اتمنى روح ولا انا روح. روح روح لهذا كوكبنا تحت تشوفه.
دق فوق بعد مرة يعني. وين كوكبنا هذا؟ ترن، راح ترن صح؟ زين. ايه الاخضر صح؟ ايه. الحين وين بقعدنا؟ تقدر تعرفه؟ ايه. بيطلع البيت المفروض يطلع بيكن شيء، عرفت؟ هذا شوف. ما تشوف شيء ايش السالفة؟ بيكن يطلع تحت تحت، شوف تحت. طلع البيت. وين نحن؟ ايه هذا هو، هذا البيكن الاولي مالنا صح؟ ايه هذا الاخضر اللي وين وين حاطين شو اسمه؟ هذا البيت، علامة البيت طلعت، ما تشوفه؟ ايه ايه سهل البيت. جيج. وصل. وين وين نزلنا هذا؟ البيت البيت. نزلنا وين ووقف والله بالضبط؟ فوق. زين احنا نبغى نستخدمه الحين. شو تستخدمه؟ لا. ما نبغى بيك البي احنا صح؟ نبغى هذا هابيتات. تبغى هابيتات؟ هابيتات سويناه. كبر. كبر كله هناك. اي اي باب. بس عادي نروح نفرم خمس دقايق يعني ما يبغى شيء. هابيتات في مكان كهرباء متأكد؟ هذا موجود انا اقسام بالمال. لحظه 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 ليش تي نحن ليش تي وتشي بان عشان اسوي تيبل رزن في رزن هنا صح؟ انا شليت انا كوبايت ترى لا لا نبه هنا بنسوي طاولات بوديها بشيل طاولات بوديها صح؟ بس هني اظن ما شي كهرباء في وين؟ هني متخلك الحين احنا شو بنسوي؟ بنشل شو بنسوي؟ شوف شو بشل وياي بشل وياي هذا ما يركب بتري يركب بنشل بتري واحد بنشل سولر واحد زين بنشل سولر واحد بتري واحد سولر حلو؟ وبنشل الهابيتات وبنشل طاولة بنسوي طاولة ورزن عندنا موجود هني بس عندك سويل صح؟ سويل هذا فل عندنا شوف حتى هناك في اح هذا ترى 700 فيها شغالة شغالين هاي شغالة الريسيرش سنتر زين صبر انا صبر صبر انا بسوي شيء قبل لا نروح بنشل ويانا سمون غير بنشل ويا بنشل ويانا الطاولة واحدة غير اوكي زين ايه انا حطيت سولر وميديوم باتري في عندنا كومباوند بس ثلاثة كومباوند واثنين امونيوم بس شي شي واحد رزم في الريسيرش سنتر حصلته زين اظن عندي سول بعد كان تبغى زيادة ليش ليش مرة ما تدق عليه يشتغل؟ تقدر تدق عليه؟ تقدر تشغله؟ لا ما في كهرباء ما في كهرباء كهرباء ما في انت شو شغلت؟ ما شيء هاي اللي بس شغلته اوكي اظني اظني هذا شو اسمه ولا لا هذا مو مشبوك فيه اصلا مشبوك في الثاني عادي هناك شبكه قدام زين مو لازم ورا قدام قدام ايه اوكي انا غلطان انا اسف فصلنا يوم حركنا سامون شيء بنعبي الشنطة مالي بعد مرة واحدة، أنت عندك سويل؟ إيه سويل. عبي شيء ثاني كومبوند، سير تسوي كومبوند حقنا. هذا هو بس. بسوي طاولات، زين. اكستندر ما أعرف شو فائدة أمه برايه، بوفر مكان حق شيء ثاني. انا ليش ما عقدت البتر اللي عندي هناك؟ زين شيل واحد اثنين ثلاث اربع بسوي طاولة واحدة بشيلها ويانا شو رايك في الشور؟ حتى يمكن هابيتات ما نحتاجها
خلاص عندنا بتري فول تشارج اصلا. لا بنحتاج هبتات خليل هوم صح؟ لازم لارج بلاتفورم ايه؟ لانه هو شوف نصر اباكل عندك مكان حق فيول؟ خلنا نصير نعبيه مرة ثانية السفينة فيول. ايه هذا اوكي. انا عندي يا ظني عندي مكان انا هنا. بقول لك تريح. كم تانكي عندك فاضي؟ توي الحين يا سعبي بالسفينة بترول يا اخي. لا سرد هاي حق البترول دام ان احنا سارين خلى هذا يا عبيب بس يكفينا البترول زيادة نحن نعرف بس انه شو مو مش غلط عرف اوكي هذا الحين اوكي سامون مانا مضبط خلني احط هذا خلي يعبي ليش نشل شيء واحد؟ انت شليت عندك كمباوند وهالسوالف؟ انا حطيتهم والله مرة ثانية عشان يعبون نصري ايه سويت لك كوندنس وين سامبل كمباوند؟ حط سامبل كمباوند هني حطيت انا عندي مكان واحد في الشنطة مالي بس ها عندي اثنين كمبوند خمسة ريزن واحد باور سمول باتري بس حلو نشيل الميديم باتري وسولر كبداية نظني يعني صح؟ على خليل واحد سولر وميديم باتري وايد زين ايه يلا ما عندك مكان؟ بشله؟ فاضي يعني حرفيا يعني انا فل حرفيا يعني زين يلا ردينا يلا اركب عندك الترتيب ودنا 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 انت خليله طيب اي لحظة برو يلا وين صارت الكوكب؟ نرجع نسير مش اريد نصور يا حبيبي لازم تريل الكوكب لانه وصل في المدار حبيبي والله تخلط خلط 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 الو يا ريال لفيت ثلاث كواكب عشان اوصل كوكبنا طلع برا على المدار ونط كوكب لكوكب يا ريال والله جيجت هذا البيكن تشوفه برتغالي خسرت كم بترول يا ريال بس على الفاضي زين عبينا بترول ما تعرف متى تحتاج تروح بس لا حلو السيستم بس انك تضيع المدار مالك مصيبه انا مو ما تضمن انك ترجع لك كوكب شيء وايد ولا شويه يمكن اربع خمسه شيء نايس يعني تسبت جيم وين قاعدتنا ما تشوفه شفت البيكن اول ما نزلنا بس الحين ما تشوفه وينه طب ثاني لا بني مالك السريع يعني هذه
اهم شيء ننزل الطاولة. لا اول شيء نزل شو اسمه صديقنا موانا ربيعنا هذا. وين تبي تحطي هذا؟ هني في الوسط ولا هذا بيكون مين هوم يعني عرفت؟ ف وين بتحطي هني؟ على راحتك مرة. وين تبغى تحس ان مكانه اوكي حطه، لان عقب مني نحط خلاص وين شل عرفت؟ وين احطه؟ ما اعرف ولا توصق. بحطه هني اوكي؟ ده هني على المدخل يا اخي. بحطه قدام هني، هذا بيكون في السنتر المكان عقب تقريبا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ابو شوف من الكهرباء بس مو مشكلة. تعرف ليش؟ لأن أصلا نحن شو عنا هاي خل رتب هذا هني، ما أعرف وين جدا وين ورا، بس يلا نحط هذا هني. ركب كب. وين السولار صغير؟ خليه من يبغى سولار صغير؟ ركب هذا سولار كبير. ركبه في شو اسمه؟ هاي في السفينة والله، والويند والله صدق. هات بعد صح، انت صح سوري ماي باد. هذا شو؟ برنت سمول سمول فابريكيتر، سوى لنا ميديوم فابريكيتر. حلو. والميديوم فابريكيتر عندنا هني اصلا بعد اثنين سبير نايس. شوف هذا وعندنا بعد، وحطينا ميديوم فابريكيتر هني. حلو. بيس ان اكونت. لحظة وين احطي؟ يعني. شي بالطريقة هاي احطي؟ وين اخليه؟ وين اخليه يسوي برنت؟ خليه يقوم هني. صح. لا لا خليه يسوي برنت ورا. لا هذا وسط القاعدة، مو بقى يكون فاضي. اوكي. اوكي. عرفت؟ خليلي هني في حفرة اشوف وين طحت انا. نطلع منها؟ يا ريت لو تعدلها يعني. تعدلت راحت خلاص. خلاص بس نحفر بس نحفر، لازم قاعدة صح. ايه. لازم مكان سيدة مرتب هذا. زين. الحين ريسيرش سنت فابريكيتر حطينا حلو؟ الحين لا مش شي يطبع، لازم يطبع بشو؟ بالعكس هني. شوف زين تشوف عسب انت تي توقف من النص هني، كل شيء نلف حول في النص تكون واقف مركزي. الحين شنو بنا طبع؟ الحين بنا طبع سيارات عشان نروح نكتشف ما سيارات. يبالا اثنين الومنيوم عنا صح؟ وين الومنيوم؟ عطنا اثنين الومنيوم كنترول اثنين الومنيوم. زين اوكي عنا عنا. لا يبالنا برينتر. وين برنتر؟ وين طبعت انا؟ ما سويت البرنتر انا. فريد تصدق انا ما مسوي ريسيرش حق البرنتر؟ بخبرك. قول لي اذا سوينا كم يبغى هو اثنين حق ما سيارات. ها عندنا توتال 1 2 عندنا خمسة يعني حتى موتر واحد ما بيسوي. تدري لحظة السؤال مش هنا، السؤال برنتر وين؟ اللي كنا نطبع فيه ميديوم برينتر يبالي اثنين الومنيوم، لازم نسوي الومنيوم. عندنا اول شيء لازم اثنين برينتر، لازم نسوي برينتر. عرفت؟ برينتر اهم. شو ناقصنا؟ لا مو شيء، بيب اثنين الومنيوم. زين هذا ما شاء الله ليش كبر يا اخي. عقب بنسوي ان شاء الله. بس وين راح البرنتر؟ ميديوم برنتر هذا اهم شيء، هذا اللي بيطبع لك اصلا 90% من الشغلات اللي تبوها. عرفت؟ ترى انت فابريكيتر وبرنتر، هل تسوي فيهم السامان؟
الريسيرش انت لاحق عليه، ما تبى ريسيرش، عندك عندنا 11000 بوينت نحن، ما تبى. ايه نايس، وقفوني هناك. ها ننزل ونبى لارج بلاتفورم. ايه تو ريزن، ريزن انا في جيبي، ليش ما يسويه؟ لحظة اوكي انا اسف. زين برنت، بالبرنتر بعد بيطبع نفس الشيء، بس خلنا نشل هذا ال الريسيرش اللي معينا نحن هنا. اوكي ونطلع البرش تول مالنا مال فوتوشوب مالي هذا. نروح داخل، نروح برا، نسوي متاهة، بس تكون متاهة على الأقل على أضعف الإيمان أرض شيدة. قبل مبنى مشنقل، مبنى سيدة، مبنى صح؟ زين سوي شي، سوي لنا حياتي صح؟ لا ايوه تعال انت هني، نبى مكان نمر منه في الوسط عشان ما نسد على عمارنا في المستقبل. اوكي now it makes more sense صح؟ برنتر لويك بيجابلك أمورة طيبة. أنت في البرنتر شو تبي تسوي؟ الحين ما بنسوي شيء، بس نقدر نسوي منه سولر، نقدر نسوي منه وايد شغلات عرفت. الحين نبغى نسوي نحن أجين تبى فيهيكل بي صح؟ بس فيهيكل بي نصور لا أحس الحين براية، براية يبغى له ألمنيوم لنا. إذا سوينا بعد ما بنقدر نسوي الموتر عرفت، في كل الحالتين يعني. هي فالحين إذا بتسوي شيء تعرف شو نسوي؟ زيادة نسوي منرال إكستراكتر. أيوه يباله لا يباله اثنين كومبوند حلو مال شعر بنات على قولتك، واللي هذين راح يكونون وين؟ راح يكونون في المكان هذا. انزين انا قاعد وايد ابالغ في البيلدينج ولا اوكي تي احسن؟ احسن احسن خلتي والله احسن مرتب على الاقل عرفت. انزين بسوي فانكشنال يعني مش طر مش استاتيك عرفت، انا تي طبيعي انا افكر فانكشنال دائما، حتى لو تشوف سيتي سكايلاين كيف. زين زين انا اشيل هذا من فوق، بس يبالنا الطاولة هاي اللي شي يبالنا وركنج لايتس هنا بيستوي ظلمة. ها رافع ايدينا اللي فوق حق منو؟ حق هذا شعر بنات، حق شعر بنات فور سيك اوف تيستينج جرب شيء. انت شو هذا سويته؟ خليته هي حطنا عندي بس نزلته. ايه يستوي تاير على طول. انزين انت تبى اللي تطلبه شيء صعب اظني، هذا هذا ما يباله اثنين الومنيوم. عندنا هات اثنين الومنيوم، عندنا خمسه توتال، خمسه عندنا. هات اثنين بس، هذا بيريحنا وايد اذا سويناه الحين ترى. ثلاثه زين حطه واحد وهذا واحد. انا شليته بكبره يا ريال. يب اتس اوكي عادي، حط الالمنيوم بس. وين الالمنيوم الثاني وينه؟ انا نفس الشيء والله ما اعرف من شو.
ما اعرف ليش انا هذا وين بحطه، تعرف وين؟ هاي شكلي بحطه هني لانه طويل تي شكل عجيب، عرفت؟ عند وين وين احنا بنعقل سمان اكثر هني، ها بيستوي لونج تيرم، انا اعرف هالشيء متاكد. بس ترى الارض مش سيده ما يله ترى على فكره، الارض مش سيده بس عادي هو المكان شي عرف قال. انا اول شيء تحسيته سيده تعرف، بس الحين يوم تحركت عرفت انه وايد مايل، بس بعده وايد احسن من اول. انزين شوف نحطي انا بعد شلت تو. انزين هارو محطي فوق، هات تخيل طاوله فوق طاوله وذهل. انزين احط هنا في الوسط، شو رايك؟ هني لا لا اقول لا مو هني احسن، هني ما تقدر تحط شيء لازم تسوي برنت هني. شوف احنا شو بنسير بني بنسير بني، عرفتني بس بس ورا هذا ما تحط شيء، شوف هذا لانه برنت تسوي. اي هذا هذا ورا يستوي، بس هذا يستوي ورا. هني بعد هني نقدر نبدا من هني. شوف قصب ولا ناعي بس يبالي. اها الحين عرفت اكستندر حق شو، حق شو الاكستندر عيال؟ اكستندر اكيد حق انك تطول كيبلات. هلا ولد انزين لحظة لا اقول لك ابا شو هذا، من شو يسوونه هذا؟ رزن. ابا اجرب شيء يا اخي. كانستر صح؟ ها؟ رزن. عندي ثلاثة رزن استعملتهم وسويت من هاتر. ها ابي اعقف الشنطة خليه ينترس. خليه ينترس يكون عندي ستة كل مرة بدل ثلاثة، لاني بشتغل على البيس وايد الحين عرفت. انت طبعا ما بتقصر، امور ثانية تسويها. بتغامر بس الحين شو بسوي؟ اول شيء العاصفة تخلص، ثاني شيء خلنا شوي نرتب المكان. والله مكاننا وايد بقي حق العاصفه، خاصه ان احنا قاعدين ننزل تحت الكهفه. بس الحين شو بسوي؟ ابا الارضيه الجديده تكون سيده، عرفت؟ هاي سيده شي، هاي سيده صح ولا مش سيده؟ شوف هاي مو مسيده. اها ها حاسب بس نسني وين يا ريال. زين اح ايه انت صرت المكان المكشوف، عرفت؟ انزين ما استوى سيده قلت لي، انت تكلمت مكاننا حلو حق عاصفه دي مت نصور. انا وراك ترى في الكهف. انزين الحين كيف احصل طريقه اسوي فيها المكان سيده يا اخي؟ ما بعرف اوازنه عادي يعني. ها لا هذا المكان، شوف هذا المكان سيده صح؟ شوف 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 تحسه سيدة الحين؟ لا مو بسيدة، مايل للصوب الثاني. شوف شوف دام انه هو فلات هاي كلهم شي يعني على ارضية واحدة ما يهم، عرفت؟
لا لان تيب نطلع فوق 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 ويش تيبل. فهمت علي؟ هتشوف الحين ها؟ الحين بسوي فلات صح؟ ايه بس بتم؟ لا يعني مع هايلة مول هذيلة. لحظة لحظة خلنا في شي تبغى منك؟ لا لا خلاص بديت شي. باين الصور زين دفنتك. هذا صور يعني خلاص نسوي ارضية سيدة وخلاص. حتى لو مايل شوية احسن عن اول مايل وايد. مشكلة مكان امي بلا امي بيكون بتعايز يعني بيكون في شوية اختلافات. شوف هالمكان افضل من المكان اللي الحين قاعد اشتغل عليه فسويت الباقي على وزني تعرف. اوكي لحظة انا هذا قلتش عندي يوم مت وايد قلتش. تيري لوك اوكي لا وايد احسن شيء احسن نصور الحين اولموست مش سيدة سيدة بس بعد شوي احسن يعني اذا سويت شيء بعد احسن. لا لا اذا سويت شيء زبالة لازم تجرب شوي عرفت. انزين قبل لا نجرب شوي ما عندنا نحن رو الومنيوم اصلا صح؟ لا اوكي ليش ما يصير دش عندك؟ اهم شيء يصير دش عندي ترى اهم شيء. شوف طلعنا فوق وايد يا ارض مو بسيده ابدا ما ادري بس اتس اوكي. زين ما يصير ايش عندك؟ لحظه شفت توب تي ام تي انفايت تو لوبي امسك زين حلو سوينا هذا نبا الحين مش ونش ولا اوبن سيت ولا ميديوم ستورج ولا ميديوم وينتربان ولا درل هيد. الحين في شغلات نفسه خلنا اول شيء اسوي لنا مكان في الكهف زين هذا شيء يستهلك شوي وقت بس شو سوي مرة واحدة وخلاص مش 24 ساعة بتسوي. ليش ما وصلني الحين؟ قلتش ألف تدري؟ يا ريال كله من ايه من اليو اي مالهم الزق هذا ترى وايد قد قلت اللعبة اصلا. شوف نحن يوم نموت يوم نسوي شيء اي شيء ايه تقلت اليو اي مال ستيم خايس يا ريال. ها عقب الابديت ترى غيروا كم شغلة من كم امس امس غيروا امس امس كان الابديت اول امس زين يسوي جون شي كان على اليو اي القديم عرفت؟ ايه الحين يسوي جون بس يوم انت قريت كلك عليه ما يستوي. فين تجون سيشن؟ بسوي لك ريم بيت لحظه كل ما وصلني للموت حتى يا ريال
جيد يعني. اوف سيدي انا اشوف الرمل. شو اول شيء نحن نبغى نسويه؟ تحضر تيتانيوم. شو يعطينا؟ نقدر نسوي تيتانيوم؟ نو. زين في رزن عندنا والله كمية موجودة، بس روم اسوي كمية رزن، كمية كومباوند، بعد كومباوند عندنا ناقص صح؟ والله ليش ما يسوي هذا صح؟ أول شيء نسوي نبغى الألمنيوم. ما ينفع يا أخي، أنت ما تلعب بيطلع الجو. تبى الصدق يعني؟ شوف يوم دق رايت كليك عليك لانش جيم واتش جيم ما يقول لي شو اسمه جو، عرفت؟ ما مقلج. ايوه ترى انا يمكن اعرف طلبة. في ابديت عرفت؟ في ابديت مال ستيم. ابديت الحين؟ ادري يقول ابديت ستيم. شو زين انا عندي فكره، بدل ما لين نحصل فيهيكل ونغامر في الجزيره، ابى اسوي كهف عندنا تحت الدرج. في شيء اسمه شرادر خليل. ايه هذا اظني هذا مال سالفج. ايه هذا تحطه بالموتر بعد ينحط تدري؟ والله؟ لو شفت صورة ماله. فنان الجيم بس في عندي مشكلة بنواجهها، اللي هو إذا ما في شغلات جديدة نسويها ما بدها تكون عمر اللعبة طويلة، عرفت؟ تبي تشوف شو مسوي؟ ارتب المكان ترتيب. حيعجبكم الاخر يعني. لا يضبط عندك وتدخل بس. ايه ادور طريقة اسوي كهف في نفس الوقت ممر ما نطيح منه وهالسوالف، عرفت؟ سيستم دري هذا. ايوه هذا الدرب يروم يطلع فيه راحات. جالس بشل الحصى، بشل الحصى من الدرب عشان يعرفت اسوي درب وسيع طلعه ان نطلع ونحن مرتاحين ما في حصى. ما يستوي ما في حصى 100% يعني، بس انه مدخل بيتك مضبوط، والمدخل اكثر من مضبوط اظني بالنسبة لنا. لحظة خليه يطلع لك شيء. هيه طلع لي يعني بسولف وايد بس دقيقة.
بطارية على شوي، مش دقيقة حتى، بس خلينا أخش من العاصفة. انزين وين you invited them to play Astroneer add friend to my group chat. طيب ما تمر مسوي من هالمنيو شيء، لازم اروح المنيو نفسه هذاك هذاك invite to game invitation has been sent to you. اوكي خلصت لك. ان شاء الله هو طالع لي you have invited هذا ها من سك invited you to play Astroneer طالع لي. انزين هذا ابوك طالع لي. عرفت؟ لا اهلين حيا الحمون. انا بسوي شوي كومباوند لان بسوي تثرز. اوكي سوي سوي عمل يلا دش طلع كوكب ثاني. وصل اجين مليون انفايت سويت لك ترى انا طالع هو شوف يطلع لي نوتيفيكيشن بس ما يطلع لي انفايت عرفت اللينك مش موجود اللينك ما يطلع لي حتى ما يطلع لي يعني إن يعني في النوتيفيكيشن ان انت سويت لي انفايت لا بس شيء هذا بيوت انا بحاول على هذا جرب مره ثانيه جرب طريقه ثانيه الحل. يا رب الخير. وين؟ خير الحمد لله. أتمنى الخير. أتمنى الخير يا صديقي. Was moved to your channel. User was moved out of your channel. من ذا؟ ما أدري. حركة صعبة. إذا تي ما فيه ليش؟ محل لنا بند اللعبة أنا بندها وأدخل الجيم جديد بس دقايق أنت بتشوفني مسوي شيء كم شغلة في البيس تقول عافية عليك. إنزين حسنا هاي بس خلاص خلصنا اليوم